Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est l'ami tronc commun, j'ai des moustaches, ou l'aime, et comme d'abord, lycée. L'évaluation diagnostique, كي ترجع لكم الاستاذ كيعطيكم كاع الدروس اللي قريتو في التاسعه في الثامنه في السابعه كيحاول يذكركم. هو النقطه ديال التقويم التشخيصي كتبقى يعني الاستاذ كياخد عليك واحد الفكره على التلاميذ كامل، على القسم كامل، يعني شكون اللي مزيان، شكون اللي النيفو ديالو متوسط، شكون اللي عيان، يعني كيحاول انه يذكركم بكاع الدروس اللي فاتوا. انت هكا تبقى تراجع قبل ما تمشي عند الاستاذ، تبقى تراجع بزاف ديال الامتحانات، تطيح في واحد منهم هكا باش ما تكونش داخل في مره ناسي شهرين ديال العطله، راه اكيد غادي تنسى وتبقى ناسي على الدروس ديال التاسعه ناسي. وعندهم ايفالياسيون دياغنوستيك كتكون عندها علاقه بالدروس اللي غادي تقراو في السانكيام. دونك هنا عندنا ترون كومان، غادي نشوفو دابا، نبداو نقراو لو تيكست. ا 3 ans ماتيلدا افي ابري افيت ابري توت سول اليغ، يعني هاد البنت هادي في 3 سنين تعلمت راسها اليغ تقرا، اون سيكزيرسون افيك لي جورنو، يعني دربات بلي جورنو، جرائد، لي ماغازين، مجلات، كي تخيني ا لا ميزون، دوك الماغازين اللي كيكونو هي محطوطين في الدار كدرب تقرا فيهم. ا 4 اون هادي ملي كانت عندها 3 ans، هاد البنت هادي ماتيلدا يعني بيرسوناج، ملي كانت عندها ملي وصلت 4 اون ليزي كوغامون، بدات كتقرا يعني بواحد الشكل يعني نيشان بلا ما تخطأ، تو ناتوريلمون عادي بشكل طبيعي. سومي ا غيفي دو ليفر، بدات كتحلم بان يكون عندها كتب. لو سول ديسبونيبل دون سو فوايي دو هوت كولتور، يعني لا 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 الكتاب الوحيد اللي كاين في الفوايي في لا ميزون، لا كويزين بور تو، يعني كتاب ديال الطبخ pour tous appartenait à sa mère li houa ktab dial l'om diala. Et lorsqu'il le épluchait de la première page à la dernière et après toutes les recettes par cœur, bdat ktqra t'almat kaع lwasafat li kaynin fih, il décida à se lancer dans ses lectures plus intéressantes, yani qarrat anha tbda dabا tqra shi haja ktar mhma. Papa, dit-elle, عيطat l'ab diala w qalat le papa, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre, يعني كطلب منه باش انه يشري ليها كتاب. Un livre, dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, شنو بغيتي بكتاب؟ Pétard de sort, يعني هو ما متحمسش للفكره، قال لها شنو بغيتي، شنو عندك ما ديري بهذا الكتاب هذا. دونك نكملو لو لير بابا، يعني قال شنو ديري بك، نقرا. اي لا تيلي سا نو تو سوفي با، قال لها التلفازه ما كافيكش. On a une belle télé avec écran, يعني كيقول عندنا تلفزيون زوين avec écran 56. Et toi tu réclames des bouquins, ou tu veux des bouquins, كتاب. Tu as tout de l'enfant gâté ما في، قال لها عندك كلشي ديال الطفل يعني مفشينو، علاش تقلبي على ليفر. دونك عندنا la source، مصدر، extrait de Mathilda دو رول، المصدر ديما يعني مقتطف، اكستخي يعني مقتطف من مثلا سميت الكتاب. اديسيون غاليمار. كيستيون لا دونك انا نشوفو لي كيستيون دو كومبريونسيون. لا بروميير كيستيون، ماتيلدا فو كون لوي اشيت كيلكو شوز، يعني هاد البيرسوناج هاد لا في بغات نشرو ليها شي حاجه. الاب ديالها دو كوا ساجيتي، علاش كتكلم، شنو هاد الحاجه اللي هي محتاجاها وبغاتها. الوغ شنو بغات هي؟ Il s'agit d'un livre. Je ne veux pas ce kitab. La question 2. À qui appartient le seul livre de la famille? هذاك الكتاب الوحيد اللي كاين تما في الدار اللي من كاين تامي ديال من هذاك ديال الام ديالها. Il appartient, يعني le seul livre de la ou la li نقولوا il appartient à sa mère, الام ديالها. Le seul disponible dans ce foyer. De quoi s'agit-il? هاد الاكسبرسيون، هاد العباره هادي ديال قالك لو سول ديسپونيبل دون سو فوي، الوحيد اللي كاين في هاد المنزل. هاد الكلمه هادي علاه ما كتعرفش شكون هاد الوحيد اللي كاين في هاد المنزل. دو كوا ساجيتيل اونتور لا بون ريبونس، غادي ندورو على الجواب الصحيح، يعني قالك على الى شنو هاد الحاجه الوحيده اللي هي كاينه. لا فراز، هاد الجمله هادي ديال لو لير بابا اللي مكتوب عندنا اون غرا، اديت بار، شكون اللي قال هاد لا فراز هادي؟ اونتور لا بون ريبونس، عطاونا هنا دي بروبوزيسيون، اقتراحات، يعني شكون اللي قال هاد لو لير بابا، بغيت نقراه بابا. دونك شكون اللي قالها؟ بابا ولا ماتيلدا ولا بيان جو نو سي با، ولا ما عرفتيش شكون. دونك في لو تيكست شكون اللي قال بغيت نقراه بابا؟ اذا كتهضر مع الاب ديالها، دونك هادي ماتيلدا. غرامير، هنا غادي ندوزو دابا لا غرامير. رولوفي دون لو ديالوغ سي دوسو، عندنا واحد لو ديالوغ هاد اللي الفوق، ان مو
est une expression, كلمة ولا اكسبرسيون ابارتونون او ريجستر فاميلي، يعني في لو تيكست غنجبدو واحد الكلمة كتنتمي للدارجة مكتوبة، هي يعني مكتوبة في النص ولكن مكتوبة في فاميلي، يعني على حسب الدرس اللي قريتو العام اللي فات لي ريجستر دو لونغ، يعني لي نيفو دو لونغ. عندنا بوكان، بوكان هي ليفر، وليفر فام كورون، وعندنا مانويل سوتوني، وعندنا بوكان فاميلي. لا كيستيون دو ا كيل ديسكو بوتون راتاشي لو ديالوغ دو ماتيلدا اي دو سون بير، يعني ماتيلدا كانت كتهضر هي الاب ديالها، اين ديسكور جوستيفي فوتر ريبونس، على الجواب ديالك. دونك هي كانت كتهضر بديسكور، غتشوفوا الحوار واش ديسكور انديريكت اللي كنعاودوا عليهم ولا ديسكور ديريكت. دونك عندنا ديسكور ديريكت، ديسكور انديريكت، دونك هذا كان ديسكور ديريكت. سي اورتوغراف. بروميير كيسيون، لو بيتي تيكست سي دوسو، عندنا واحد النص هذا بيتي، يعني هذا النص اللي تحت، كونتيان كاتر فوت، فيه ربعه ديال الاخطاء، كوريجي لي، انصحوهم اون لو ريكريفو، ونعاودو نكتبوهم بشكل صحيح كوريكتومون. ماتيلدا فو دي ليفر، بغات كتبه، اي نو فو بلو اتر كوم سي بارون. الوغ هنا شنو عندنا؟ اي نو فو بلو، بلو سو تيرمين بار اس على فان، هنا دايرين تي، اذا الخطا الاول اتر، اذا غادي نديرو ليها داك شابو، يعني او سيركونفليكس كوم سي بارون، اس عندنا ماجوسكيل نرجعوها مينيسكول، يعني في وسط الكتابه فصل لا فراز ما كنكتبوش بالماجوسكيل. سا باسيون اي دو ديفينير اكريفان، اور سون بير فوا اوترمون، هي بغات تكون كاتبه ولكن الاب ديالها كيشوف بشكل اخر لي شوز، يل فو كو صافي، بغا بنتو سوا تكون سا سول اريتيير، هذيك سا خصها كنعودو يعني ادجكتيف بوسيسيف سا، يعني افيك اس. اذا هنا عندنا بلو وعندنا اتر وسي، وهنا في لافان عندنا سا، اذا غادي نصحوها هي فوالا. دونك سا هادو هما لي 4 فوت. اكريفي كوريكتومون لادفيرب ا بارتير دي مون سوليني، عندنا هاد الكلمات هادو لي سوليني وما مصرش عليهم، كاتبينهم غير اون غرا، حنا من خلالهم غادي نصايبو، غادي نخرجو ادفيرب. الوغ ماتيلدا بارل افيك بريدونس، هما مصرين على بريدونس، حنا غادي نخرجو هي كتهضر بحذر، خصنا نصايبوها ادفيرب. إلي ميشون افيك ماتيلد، إلي ميشون افيك ماتيلد، الوغ إلي ميشون، هنا ميشامو بخودامو، هادو هما لي ادفيرب. الوغ نشوفو دابا كونجيكازون، دونك هنايا عندنا كونجيكازون، كومبليتي لو طابلو سويفون ا بارتيغ دو تيكست برينسيبال، يعني غادي نملؤهم هاد لو طابلو من خلال التكست برينسيبال، هو النص اللي حنا قرينا. الوغ عندنا اكزامبل دون شاك كاز، الوغ شوفوا معايا مزيان هاد لو طابلو، عندنا غادي نجبدو لي فيرب طون فيربو، الافعال عطاونا لي طون ديال لي فيرب، غنستخرجو باسي سامبل من النص، باسي اونتيريور ولا امبارفي بليس كو بارفي، غنستخرجو هاد الافعال. دونك غنشوفو يعني بالنسبه كيفاش نستخرجوا الافعال، هنا اكزامبل يعني من النص غادي نعطيو كل طون فيربال غادي نستخرجوا منه فيرب، يعني اكزامبل. بالنسبه للباسي سامبل عندنا في النص كاينين بزاف، حنا ناخذ غير اكزامبل واحد، عندنا لو فيرب ميتر سومي يعني اي تي على فان ثالثيام جروب، عندنا باسي اونتيريور، شنو هو الباسي اونتيريور، يعني شنو هي التركيبه ديالو باش غادي نعرفو. باسي اونتيريور هو الباسي سامبل بلس لو بارتيسيپ باسي، هادي هي فورماسيون ديالو. عندنا لو فيرب ايبلوشي، هنايا عندنا الباسي سامبل لوكسيليير افوار بلس لو بارتيسيپ باسي. لامبارفي عندنا لو فيرب تريني، تيرمينيزون ديال لامبارفي يعني معروفين كاينين بزاف التكست، و بلس كو بارفي التركيبه ديالو بلس كو بارفي هو لوكسيليير اتر بيان افوار l'imparfait plus le participe passé. Donc, il y a dans le passé antérieur, dans l'auxiliaire avoir ou bien être, ou plus que pas au passé simple, plus le participe passé. Transformer les verbes de ce paragraphe en le réécrivant au présent de l'indicatif. Et nous allons faire le fakra yadi, nous allons faire le fakra yadi, nous allons appartenir l'imparfait, nous allons le présent, nous allons le éplucher. Arjoua fait le présent. Troisième verbe, appris, le verbe apprendre, arjoua fait le présent. Ou le dernier verbe décider, le verbe décider, le verbe décider, un jour, le présent. Alors, on sait comment on a fait le verbe. Kamlin, elle a fait le pronom personnel. Damer, li, ma, qui m'a fait le verbe. Donc, nous avons d'abord la production écrite. Bien sûr, la production,
هادشي اللي غادي تبقاو تخدموه نتوما في السانكيام، غادي يبقاو يعطيكم يعني في الاول عندكم تكست ناراتيف ديسكريبتيف اتسيتيرا. بريفيري فو لير دي ليفر، كيسولك كيقول لك واش انت تفضل تقرا دي ليفر كتوبه او ريغاردي لا تيليفزيون، ولا غير تتفرج في لا تيليفزيون، يعني واش كتعجبك هذه ولا هذه، انك تختار وحده فيهم وتدافع على الراي ديالك. هادشي اللي غادي يكون عندكم في السانكيام، كيعطيكم بحال هكا سؤال ارغومونطاتيف. هنا الا درتو غير بروغرام بريزونطاسيون بروغرام سميت القناه، غادي يطلع لكم كاع داك البروغرام اللي غادي تقراوه في السانكيام، دروس كامله وانتم تشوفوا الفيديو غتفهموا شنو عندكم في العام كامل. جوستيفيي فوت ريبونس، على الجواب ديالك دون ان باراغراف ارغومونطاتيف كي نو ديباس با دي لين، يعني غادي تجاوب لينا واش انت كتبغي لي ليفر تقرا ليفر ولا ريغاردي لا تيليفزيون. غتكتب يعني على اختاريتي مثلا لا تيليفزيون، غتصايب واحد التكست ارغومونطاتيف بمقدمه عرض خاتمه، يعني لانتروديكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون. هادو هما اللي غيبقاو يكونوا عندكم في السانكيام واللي عليهم غادي تبداو تخدموا في السيزيام. الوغ انا غادي نعطيكم نتوما في الامتحان ما غاديش تكتبوا انتروديكسيون، غير انا كتبتها دابا باش نبين لكم بلي راه هذه المقدمه. دونك هنا اول حاجه كنديروا لانتروديكسيون مقدمه، كنعاودوا فيها نول نو بونيي، حتى واحد ما يقدر ينكر que les livres et la télévision، يعني كنعاودو داك السوجي وغنوريكم يعني الفيديو اللي عندي اللي فيه تقدر تتعلم كيفاش تكتب مقدمه مع تمشي لك مع اي موضوع، يعني كيفاش تخدم منهجيه. انا نعطيكم دابا من بعد كيفاش تكتبهم. نول نو بونيي كو لي ليفر، يعني كنعاودو داك السوجي، حتى واحد ما يقدر ينكر ان ليفر اي لا تيليفزيون كونستيتو اون بارتي امبورطون دون نوتغ في كوتيديان، يعني هما عندهم دور مهم في حياتنا اليوميه. إليا دي جون، هنا كندوز للمرحلة الثانية، مقدمة كتكون بثلاثة المراحل، ماني ما نطولش لكم دابا في الشرح، انا غنخلي لكم غير الفيديو، انا دابا نوري لكم اللي غادي تراجعوا وتعرفوا فيه كيفاش تكتبوا منهجية. إليا دي جون كي بريفير روغاردي ان فيلم، كاين بعض الناس اللي كتبغي تفرج فيلم سوغ لا تيليفزيون، اي إليون ناس سو كي ام بيان ليغ، اللي كيعجبهم غير يقراو دي ليفر كتوبة. ندوزو للمرحلة الثالثة، كنطرح سؤال بروبليماتيك، الوغ كيل ما بوزيسيون كونسيرنون سو سوجي، اذا شنو هي مون اوبينيون فيما يخص هذا الموضوع، هذا واش انا مع التلفزيون ولا نقرا دي ليفر. هنا بالنسبه لا برودكسيون اكريت، واخا كاتبه فيها بروميير اني باك يعني سيزيام، ولكن راه نفس اللي عندكم حتى نتوما في السانكيام. هنا عيني عطيكم طريقه ديال المقدمه، كتبوا غير هاد العناوين سميت القناه، عتشوفوا كيفاش تكتبوا، حيت ديجا نتوما في السانكيام كيعطيكم استاذ غير سوجي، وفي السيزيام عاوتاني لي سوجي، ولكن خصك انت ديجا تكون تعلمتي كيفاش تكتب منهجيه، ما كتكتبش عشوائي. اذا هادو اللي عطيتكم انا هاد لي فيديو ضروري مهمين. وبالنسبه لهذا اول سوجي كيتعطاكم في تكست ارغومونطاتيف ديال لارجون فيتي لو بونور، غتشوفوا حتى الطريقه كيفاش كنخدموا لانتروديكسيون ديفلوبمون كونكليزيون، يعني باش بلا ما نطول كلشي غتلقاو في هاد لي فيديو. بالنسبه لهنا ندوزو للديفلوبمون، قلت لكم هاد السميه راه ما كيتكتبوش ديال ديفلوبمون، غير كتبتهم باش تعرفوا الفرق، يعني نقسم لكم ما بين لي باراغراف. هنا بيرسونيلمون je pense que la télévision est importante، يعني قبل ما نبدا نقول اولا ثانيا ثالثا، المهم هادشي راه غادي تشوفوا، انا ما غاديش نشرح لكم دابا حيت تشوفوا في الفيديوهات اللي عطيتكم، اللي جيت نشرح غادي نطولوا بزاف. dans notre vie pour plusieurs raisons، d'abord la télévision est un outil précieux car il nous informe sur l'actualité، يعني انا كنهضر غير على التلفزيون، هو واحد الاداه اللي هي بريسيون ثمينه حيت كتعطينا يعني كاع لاكتواليتي لي زاكتواليتي مواضيع الساعه. Ensuite, elle est un délassement après une longue journée de travail ou d'études. يعني واحد كترتاح في التلفزيون ماشي على اساس تقدر تزيد تكتب ان ليفر اونويو، المهم اللي بغيتي. Enfin, اخر argument عندك، on peut ajouter également que la télévision est devenue une source d'information la plus importante. يعني ولا مصدر ديال المعلومات مهم. هنا غادي نديرو خاتمه à ma propre opinion، يعني كتقول enfin pour conclure، يعني ختاما، je vois que la télévision est un moyen de faire circuler l'information à travers le monde que les écrivains ne pourront pas contourner.